حياكم الله متابعينا الاحباء، انا احمد خليل وهذه حلقه جديده من برنامج المهمه. نبدا هذا الموسم بحلقه خاصه عن جهود الابطال في مديريه المرور، لكن قبل ان نسولف يوم مديريه المرور تحدث عن انظمه جديده، عن مواكبه التطور في رصد المخالفات بالغرامات بالمنصات الجديده، لكن اسمعوا هذه المعلومات الصادره من مديريه المرور العامه. عدد المركبات السيارات اللي تسير بشكل يومي بالعاصمة بغداد 4 مليون سيارة. كل المركبات المسجلة هي 7 مليون عددها. اليوم راح نتحدث إذا كنت أنت تسوق أو عندك سيارة أو ناوي تشتري سيارة على الخير وعلى البركة، لكن قبلها تابع هذه الحلقة بتفاصيلها. كل الأنظمة القديمة اللي كانت تعتمد تقريباً ألغيت، واليوم مديرية المرور بكل أنظمتها الحديثة بكل التقنيات راح تجيكم بشكل جديد، وهذا أكيد ما راح أنت بعدها بعد متابعة هذه الحلقة ما راح تعتب. مرة تغرمت وأنا ما أدري، مرة سيارتي واقفة بالاتجاه الصحيح وأنا ما أعرف، مرة بمزاجة رجل المرور غرمني. بعد متابعة هذه الحلقة ومعرفة التفاصيل راح تعرف الوضع الجديد والنظام الجديد، الأنظمة الجديدة اللي تعتمدها مديرية المرور العامة. وابقوا ويانا والدقائق القادمة راح تكشف باقي التفاصيل. هذا احدث مشروع عندكم سياده العميد، اللي هو الاشاره الضوئيه الذكيه. اللي هسه موجوده نشوفها، هي كاميرات رادارات، طبيعه عملها شنو؟ سولف لي. شكرا جزيلا. توجيه السيد معالي وزير الداخليه واشراف السيد مدير المرور العام المحترمين لتطوير النظام المروري وجعل هذا النظام يضاهي الدول المجاوره. زين. جتنا هاي الكاميرات الذكية، الإشارة الضوئية الذكية من إحدى الشركات الرصينة المعروفة على المستوى العالمي. زين. هاي تعمل على محورين. الأول شنو؟ المحور الأول هو استشعار الزخم المروري وفك المزار الذي يحتوي على المركبات الأكثر. تمام، هذا واحد. هذا واحد، وذا شاهد هسه هاي الخطوط الخضر. زين. خوش. هاي دا تحسب هسه ما وعد تحسب السيارات، شوف الأرقام، أعداد سيارات، أعداد السيارات، يا مسار أكثر عندك راح ينفتح. شوف هسه انفتح هذا المسار. الشيء الثاني، أكو كاميرات موجودة بالإشارة الضوئية. هاي الكاميرات شنو عملها؟ لرصد عدد من المخالفات. شنو المخالفات؟ شنو المخالفات؟ أولا عدم ارتداء حزام الأمان، وركز على هذا الموضوع جنابك الكريم، للسائق والراكب. مو فقط للسائق، للسائق والراكب. السائق والراكب. تمام. هذا واحد. تمام. الشيء الثاني، استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة. اثناء القيادة. ثلاثة، ها استخدام الهاتف انا السائق والراكب اثنين؟ لا 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 لا، فقط بالنسبة للسائق. فقط السائق. لان السائق احنا ليش ما نريده يستخدم الهاتف النقال؟ لان الهاتف النقال سواء كان يتصل او يستخدم الرسالة. هذه المخالفة اثناء كلامك، هذا استخدام الهاتف النقال. هذا استخدام هاتف النقال وملابس الحزام. اثنينهم. اثنيناتهم. زين. اوكي. عندك الستوب لاين او الخط الفاصل قبل الاشارة الضوئية، المفروض السائق ما يعبره، ما يوقف. زين. الستوب لاين. ستوب لاين. اي. الستوب لاين راح يطلع لك اياه هسه. زين. هذا الستوب لاين المفروض ما يوقف على خطوط العبور. واضح. اوكي. هذا يعتبر مخالفة. خوش. مثل هسه عندنا عدم ارتداء حزام الامان. نعم. سائق وراكب. سائق وراكب. نعم. النقطة الثانية اللي هي استخدام الهاتف النقال للسائق فقط. نعم. الستوب لاين، هذا الخط اللي قبل الاشارة. نعم. كل ما نوصل له. المفروض. المفروض. ما توصل له. يعني المفروض انت توقف هنا. تمام. هنا. هسه شوف هذا متجاوزين. تمام. ذولا مخالفين. شوف هذا. هذا مخالف.
يعني هذه أهم المخالفات أو أكو مخالفات أخرى؟ لا بعد سولف لي بعد. عندك اليوم أكو مسارات مثلا هذا المسار يطلع قبل وأكو تلوف على يمنه يجي سايق يجي سايق شو يسوي؟ يوقف بهذا السايد ويخلي السيارات وراه ويسبب بمزدحم. هذا همينه مخالفة. حلو. المخالفة الأخرى اللي هي اللي يمشي بالسايد ويجي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ويستدير حتى يرجع بالسايد الثاني. نعم هذه مخالفة. احنا نصيح لها السياقة بتهور ورعونة. أوكي هاي خمس مخالفات أساسية والسادسة عكس السير. السير عكس الاتجاه. الشيء الثاني بهاي المخالفات من راح ترصد الكاميرا راح ترصد رسالة لمن؟ للسيطرة المركزية اللي احنا واقفين بيها. تمام. هاي السيطرة المركزية ترسل رسالة نصية لتليفون صاحب السيارة. وانا هنا شلون تعرف رقم تليفوني؟ انا السيارة هذه السيارة. انت راح تقول لي شلون نعرف. زين. عندنا طريقتين. الأولى الطريقة الأولى المعلومات مال المركبات المسجلة لدينا في المشروع الوطني. هذه بيها رقم تليفون. بيها رقم تليفون. يا أما من منصة غرامة التابعة إلى منصة أور اللي أطلقتها الحكومة. أسجل لازم من السجل لح تعطيك صفتين. صفتين. الصفة الأولى لح تعطيك إشعار إنه سيارتك عليها غرامة لو ما عليها غرامة. هذا واحد. بس تطي رقم سيارتك. زين. ومن السجل بيها تطي رقم تليفونك مستقبلاً إذا خالفت وقصينا لك غرامة لح تجيك برسالة نصية على السيم كارت. هذه من لحظة ما نصبت الكاميرات هذه لغاية هذه اللحظة صار شهرين. رصدنا بيها 2,400,000 مخالفة خلال شهرين فقط. خلال شهرين فقط في خمس تقاطعات. زيد قيمة المخالفة هذه موحدة لكل. لا عندنا 50,000 وعندنا 100,000 وعندنا 200,000 من 50 إلى 200,000. نعم. وقسم من المخالفات اللي تكون مخالفة جسيمة تحجز المركبة لمدة 5 أيام. تمام. وقسم من المركبات غرامة وحجز المركبة وإزالة المخالفة. الآن وين احنا متواجدين؟ هذا تقريبا اهم مكان بمديرية المرور العامة. شلون؟ هذه هي عين واسعة على كل بغداد. تعال احمد وضح اكثر. هنا مئات الكاميرات وشعبة السيطرة. هنا تراقب كل تقاطعات بغداد. كل تقاطعات بغداد الكرخ والرصافة. يعني كل تقاطع نقدر نشوفه من هذه الكاميرات. شنو فائدتها؟ هي بمفهوم المراقبة؟ لا، بمفهوم تقديم الخدمة للمواطن. هنا ارجع، هنا التواصل مباشر ولحظي بين ضابط السيطرة ورجل المرور اللي موجود وأبطال المرور اللي موجودين وين؟ بالميدان، اللي موجودين بالشارع اللي نشوفهم يوميا. هنا التواصل مباشر ولحظي. شنو الفائدة هنا من هذه كل هذه الكاميرات؟ تنظيم حركة المرور، حركة السير، فك الاختناقات المرورية، تقديم الخدمة للمواطنين. زين يجي واحد ويسأل يقول لك أنا هسه شنو استفاد إذا شفت حادث أو صارت مشكلة أو أي شيء؟ التبلغ يوصل لهنا للسيطرة؟ أنا أقول لك يوصل. أكو خط ساخن 455 تقدر أنت تتصل راح يستلمون اتصالك ويوجه ضابط السيطرة الى اقرب دوريه موجوده. صحيح انه راح تعالج هذه المشكله اللي موجوده. فهذه هي العين الواسعه واكبر عين موجوده على كل تقاطعات بغداد. تشوف حركه السير، تشوف الازدحامات، تشوف الاختناقات، كل شيء تشوف داخل بغداد، كل شوارع بغداد. احنا نتحدث عن مئات الكاميرات، نتحدث عن 27 نافذة، بكل نافذة موجود كاميرات تقدر تشوف
كل التقاطعات وكل شوارع العاصمة بغداد. بارك الله بهذه الجهود. حياك الله سيادة العميد. مساء الخير أستاذ أحمد وكل الهلا بك. مديرية المرور العامة قسم الاتصالات والسيطرة المرورية. سيادة العميد هنا سولف لي تفاصيل يعني مبهور إنه نشوف بغداد كلها تحت المراقبة لكن للخدمة، مراقبة للخدمة هنا. سولف لي تفاصيل عملكم كاميرات المراقبة. أنت الحقيقة اليوم في قسم الاتصالات وتحديدا السيطرة المركزية لمديرية المرور العامة، هذا تعتبر الجزئية هي القلب النابض لعمل مفارز المرور بالكف والرصافة. زين. الحقيقة احنا عندنا دوريات وعندنا قواطع بالجانبين، جانب الكرخ وجانب الرصافة. زين. مقسمة وفقا للرقعة الجغرافية. تمام. الإشراف المباشر عن طريق الكاميرات الموجودة أمام حضرتك. القسم الجانب الرصافة وقسم جانب الكرخ. تمام. الحقيقة هذه فائدة جدا كبيرة نقدمها للمواطنين عن طريق مشاهدتنا للمناطق الزخم المروري ومناطق الكثافات ومناشدات المواطنين عن طريق الخط الساخن. كاميرا مباشرة على أي تقاطع أو ساحة بها مشكلة، بها حادث، بها حالة طارئة، مباشرة دورياتنا تنتقل عن طريق منادي السيطرة. تمام. منادي مباشرة ينادي على الحالة القريبة المسببة إرباك بحركة السير المرور، كثافة كأن يكون حادث اصطدام، انقلاب مركبة، أو وقوف ممنوع المركبات، أو وقوف خاطئ يسبب إرباك في حركة السير المرور. مباشرة الأخ المنادي ضابط الوجبة أو ضابط الجهاز يوجه الدورية القريبة على محل اللي بيه مشكلة، توجه الدورية تعالج تحل المشكلة. أيضا في حدوث حادث يعني سير مباشرة عندنا الخط الساخن، إذا ما لاحظ عن طريق الكاميرا خطوط السيطرة الساخنة اللي 455 مواطن يستخدمها مجاني، وعندنا الخط الآسيا. زين. يتصل على السيطرة، عندي الإخوان اتصالات السيطرة. شلون تعالجون من يتصل؟ مباشرة يحدد لنا موقع الحادث، نوجه الدورية أقرب دورية تنتقل تبديل المساعدة. حتى عندنا الاتصال مع الإخوان الإسعاف، حوادث عندك علم السبب، حالات وفيات، عندك حالات إصابة. يعني هنا كنترول هنا بين الرجل المرور اللي بالميدان بين الإسعاف. فعلا. للمعالجة. هنا غرفة عمليات. غرفة عمليات. أنا عندي اتصال بكل الجهات، عندي اتصال بدائرة الإسعاف الفوري مباشرة عن طريق الجهاز اللاسلكي، عندي اتصال عن طريق الخط الثاني اللي هو الموبايل مع شبكة أو الإخوان دائرة الكهرباء. حادث انقطاع كيبل كهربائي، سقوط عمود. عندي اتصال مع الاخوان الامانه، جهد الامانه سواء كان التجاوزات يشتركون معنا بالواجبات ازاحه الباعة المتجولين والجنابر داخل المناطق الشعبيه القريبه مثل مناطق بغداد القريبه الشورجه وغيرها، حافظ القاضي الرصافي. عندي اتصال مع قياده شرطه بغداد بجانبيها الكرخ والرصافه لارسال وتوجيه دورياتهم في حال حصول حادث، ضابط التحقيق مباشره ينتقل. عندي اتصال مع مديريه النجده. حلو. الاخوان الابطال جهاز واحد. زين. مباشره اي حاله مشاجره، حادث يحتاج طرف ثالث النجده نقله، مباشره نوجه. عندي اتصال مع قياده عمليات بغداد عن طريق ضباط ارتباط، وتشمل هذه الحاله مو فقط ضابط الارتباط ضمن عمليات بغداد، قياده الفرقه الاولى الشرطه الاتحاديه. ضابط ارتباط موجود في حال وجود تواجد للقوات او اكو مفارز او قطع للطريق يصير تنسيق عالي، فتح الطرق وابداء المساعده المستخدم الطريق. تمام. ايضا عندي اتصالات اخرى عن طريق النداء اللاسلكي مع سيطره الوكاله كانت وزاره شؤون الشرطه، وايضا سيطره قياده العمليات لشرطه لوزاره الداخليه. تمام. عمليات تمام. الوزاره وايضا سيطره الوزاره مقر 2000. احنا نتحدث عن مئات الكاميرات، هذا عملكم في وقت الدوام الرسمي ينتهي لو على مدار الساعة؟ هذا العمل السيطرة العفو، هذا العمل مستمر. اخوانك ضباط سيطرة المرور على مدار الساعة، على مدار الساعة 24 ساعة، ثلاث وجبات، كل وجبة بيها ضابط وجبة مع ضباط اخواني يعانوا مع منتسبين. النداءات توجه على مدار الساعة، على مدار ليلا نهارا
صباحا ثلاث شفتات عندي دوريات تخرج هذه الكاميرات تشوف بغداد 24 ساعة. هذا اللينك من محافظة بغداد لإخواننا مشكورين الاستخبارات وكالة الاستخبارات مزودين بلينك لغرض كل من حسب اختصاصه. يعني اختصاصي حركة السير والمرور والمعرقلات والكثافات. حياك الله يا حبيبي. هذه الكاميرات الذكية فقط على التقاطعات، لو ده اشوف على الخطوط السريعة يعني شارع طريق سريع، فعلى السرعة موجود ترصدون مخالفات؟ على شنو ترصدون مخالفات؟ سولف لي. اللي في الطرق السريعة احنا استخدمنا مستشعر السرعة الرادار بالإضافة إلى كاميرات رصد المخالفات. يعني رادار اكو؟ نعم. مستشعر للسرعة. مستشعر للسرعة بالإضافة إلى رصد المخالفات. الغاية من المشروع احنا عندنا حوادث. صحيح. عندنا أرواح تزهق، هذه لها اسباب. من ضمن المسببات مالتها عندنا الاوفر سبيد، السرعه الزائده، استخدام الموبايل، عدم ارتداء حزام الامان. طبعا تعرف انت قد السرعه القصوى المسموح بها. السرعه القصوى حسب ما نص عليها تخطيط الشوارع، يعني نص عليها القانون. اكو سايد يكون 80، واكو سايد يكون 100، واكو سايد يكون 120. الايمن يكون 80، الوسط يكون 100، والاخر يكون 120، الايسر يكون 120. هنا المستشعر السرعه راح اعرض لكم بعض المخالفات. ادري يعني السرعة القصوى المسموح بها 120. نعم بالجانب الأيسر. 121 راح يعتبره مخالف. مخالف. نعم. يعني تتغرم عليها. اللي جواز. هذه المخالفة الأولى. نعم. ثاني المخالفة. استخدام الموبايل. لا بالطرق السريعة. نعم بالطرق السريعة كذا. اللي تختلف استخدام موبايل أيضا موجود. بالطرق إذا السائق استخدم الموبايل بالطريق السريعة راح ترصد له كاميرا مخالفة. هم بالطريق السريعة. طبعا المخالفة راح تكون الكاميرا تأخذ 3 سناب شوت، 3 صور. زين. صورة للسائق. وصورة للبليت نمبر رقم المركبة، وصورة كاملة للمركبة. زين الاجتياز من الأيمن خاطئ. الاجتياز الخاطئ أيضا بالطريق السريع إذا اجتاز من الأيمن أو التقاطع. هسه خليني بالطريق السريع، الاجتياز من الجانب الأيمن. بالنسبة للمخالفات على الطرق السريعة قلنا هي الأوفر سبيد، السرعة الزائدة. السرعة الزائدة أكثر من 120 تتخالف. أكثر من 120، مو بس 120، إنما الوسط إذا أكثر من الأيمن اللي هو 80، إذا جاوز 80 تتخالف، ترصد لك مخالفة. تمام. عندك الاستخدام الموبايل. اي. عدم ارتداء حزام الامان. زين. مثل ما نص عليه القانون. مسافه الامان. مسافه الامان بين سياره وسياره. الاجتياز من اليمين. الاجتياز من الايمن. السياره الحموله، السياره اللي احنا نسميها الشاحن او التريلر. هذا اذا ايضا اخذ السيد الايسر اعتقد اذا مسافه مده 30 ثانيه اذا ما غير مساره راح ترصد له مخالفه. الحموله يعني هذا بالحموله اذا انا دق له اورن ولا اسمح لي وظال هو بالجانب الايسر. نعم هذا راح ترصد له مخالفه. ها مخالفه 30 ثانيه اذا 30 ثانيه اذا تبقى بالتريلر دق له اورن ما توخر احنا غير مسار راح يرصد له مخالفه. زين. هذه نسبة الخطأ بكل هذه المنظومة ايش قد؟ والله تعرفوا أي مشروع جديد لا يخلو من المشاكل. زين. احنا حقيقة بدينا بهذا المشروع يعني كتنصيب، انما كدراسة احنا بدينا من يوم 8/8. اذا اكو نسبة خطأ راح ينظلم مواطن؟ هو كان ما اكو نسبة خطأ. ليش؟ هو اكو نسبة خطأ، لكن أيه. احنا ككاميرا ترصد مخالفة. أيه. المخالفة انا ما راح تصادق. احنا عندنا غرفة سيطرة التحكم اللي هذا غرفة سيطرة التحكم عبارة عن ورك ستيشن حاسبة. راح يكون عندنا ضابط، هذا الضابط راح يشاهد المخالفة. هل فعلا مخالفة؟ راح يصادق على المخالفة. ها. نعم مو رسم ترفض مخالفة. بالإضافة احنا في إعداد طور التطبيق أبليكيشن، هذا الأبليكيشن المواطن راح يسجل بياناته، راح ترسل له رسالة للمواطن. يعني ما تعتمدون فقط على لا لا ما يعني اكو ضابط يصادق على الموافقة. ضابط راح يصادق، لأن هي القانون يقول مشاهدتي أو من خلال رصد الشاشات. فهذا رصد الشاشات حسب ما نص عليه قانون المرور العام. فهنا راح يصادق عليه الضابط، وممكن يحق للمواطن أن يحترض. يحق لنا يعترض أنا يعترض. نعم من حقك تعترض، راح نشوفك الصور، رغم احنا راح نرسل لك الصور. زين. بعد ما انت تشترك بالتطبيق احنا زين. التطبيق راح يرسل لك مثل ما وضحت لك خلال من راح ترتكب المخالفه راح يجيك SMS. اي تطبيق؟ اي هذا واضح. احنا بعداد تطوير تطبيق تقريبا او شكنا على الانتهاء من التطبيق. راح يكون هذا التطبيق راح يسجل بيه بياناتك بالابل ستور بالاندرويد. بالضبط راح يشتغل على الاثنين بوث، يعني على الاندرويد وعلى الابل ستور راح يكون. راح تدخل بياناتك ورقم سيارتك، ممكن عندك اكثر من سياره، اكثر من مركبه تكون عندك. زين. راح اي مركبه ترتكب مخالفه راح نرسل لك SMS. هذا SMS بي معزز بصور. صور. ممكن ان ننزل لك سينز فيديو هذا 10 15 ثانيه ولا 10 ثواني نوع مخالفه اللي ارتكبته.
حلو. وصوره للسائق اللي ارتكب المخالفه ممكن مو انت اللي يسوق السياره، ممكن انت تكون ابنك، اخوك، صديقك، اي شخص اخر انت مطي السياره. ايش قد راح ينفع هالمنظومه في حاله سرقه سياره؟ ممكن هذا هو، وليس موضوع فقط رصد المخالفات، اكثرهم طبعا تجي عده تساؤلات. يقول احنا نجي بالتقاطع والكاميرا ترصد صور تلتقطنا، احنا ما مرتكبين كل ملتزمين كل الانظمه والتعليمات. نعم هذا موضوع، هو لانه السمارت نتورك هو جزء من السيف سيتي اللي هو امن المدن. امن المدن، هذا امن المدن. اي سياره تفوت بهذه التقاطعات او هذه الطرق اللي مراقبه بسمارت كاميرا سمارت ترافيك، الكاميرا اللي راح تدخل تخزن بالمنظومه يعني بالمنصه مالتنا، لان الموضوع امني هو نفس الوقت امني، الموضوع نعم. امني، فممكن ان يسوي تراكنج يعني ايميديتلي يكون يعني مباشره ان انا التقط السياره وين متوجه. اي صح نعم. عن مسارها بالضبط. الان راح نعرضكم بعض المخالفات اللي تم رصدها على الطرق السريعه، فايلوشن بليس. الان راح اوضح لك بعض المخالفات اللي تم رصدها على الطرق السريعه. ناخذ نموذج من سريع محمد القاسم، هذا طبعا منو هنا عندنا هذه السياره، هذه الكوريلا مخالف اللي هي رقمها الشمالي. طبعا البعض يقول الشمالي ما تتغرم، كل المركبات تخالف، كل المركبات يقول لك هذا رقم دولي شمالي طبعا يتغرم. ايه زوم زوم فور بليك نمبر زوم. طبعا هذه المركبه طبعا اخذت طبعاً. معالم السياره كلش واضحه اللي هي رقم 24 اللي هو رمز المحافظة، زين، اي اللي هو 17445. زين ممكن ديتيلز بين المخالفة فايليشن ديتيلز فايليشن تفاصيل. هذه نوع المخالفة مالته هي اوفر سبيد، السرعة الزائدة، مثل ما وضحت 113 مثل ما وضحتها قبل قليل. احنا عندنا الايمن اللي هو يكون 80 والوسط يكون 100، فهو بالوسط المفترض 100 يمشي 113 سبيد كيلومتر اور اللي هو 130 113 جاوز 113 جاوز السرعة المقررة. منا وجاي بعد ماكو غرامة تسجل عليك بدون صورة، بدون إثبات، ماكو أي غرامة. تجي أنت مثلا تقول والله رجل مرور بمزاجه كتب لي غرامة، والله تقول أنا ما مخالف سير، مرة تقول أنا واقف مو موقفي خطأ. لا، هذا كله الدفتر اللي كان بيد رجل المرور راح ينتهي، واستبدلوه بجهاز الغرامة لقطع الغرامة، الجهاز الكفي اللي أولا هو مزود بكاميرا عالية الدقة. يعني تجي هذه السيارة مخالفة، مو صحيح بالفعل سيارة المقدم، فإذا نعم. مخالفة يأخذ لها صورة رجل المرور، هذا توضيح، يأخذ لها صورة وبعدين ينزل المعلومات بالفعل، صحيح مثل ما تشوف هسه. فطريقه العمل شنو هي هسه؟ احنا راح يفتح المنصه بهالشكل هذا، تمام. عنده اول شيء تاخذ لقطه للوقوف الخاطئ بالفعل. ايه؟ انت عندك طريقتين، اما مثلا انت تشغل الكاميرا وتلتقط السيارات اللي مسرعه اللي تقطع السير او تضرب الاشاره او عكس السير زين. او اي مخالفه كانت حتى لا كان وقوف ممنوع زين. بعدها تيجي تدخل المنصه بالتعاقب، تمام، يتم كل المعلومات، رقم المركبه بالفعل، رقم المركبه مثل ما تشوف، وبعدين يعني انا رقم اللوحه زين، رقم اللوحه والحرف طبعا زين. طبعا بعد ما تاخذ لها صوره انت راح تنزل بعد ما تاخذ لقطه انت حتى نختصر الوقت والمحافظه وكل التفاصيل راح تدخل. شنو هذا الشيت اللي يطلع به الغرامه كامله هنا، يطلع تفاصيل الغرامه بغداد خصوصين والكيو ار. اقدر ادفعها الكترونيا الغرامه بالفعل؟ شلون اقدر هسه لو احنا اجينا ومسحنا مسحنا هسه زين بس اشرح لي شلون اقدر ادفعها الكترونيا. اسمح لي انا هسه راح ادفع لك الكتروني. زين شلون راح ندفعها الكترونيا؟ عن طريق الماستر كارد طبعا، اي وسيله دفع الكتروني انت تمتلكها اقدر ادفعها الغرامه. هسه احنا راح نجي زين، راح نجي هسه هذا مسحنا الكيو ار مالته، مسحت هذا اي تمام، مجرد ان مسحنا الكيو ار زين هسه دخل تفاصيلها، تفاصيل صوره الغرامه وتفاصيلها والزر للدفع الالكتروني. حلو، داخل هذا الجهاز زر الدفع الالكتروني بالفعل. زين هنا نعم. يقدر هنا رجل مرور او شخص بمزاجه عنده عداوه وياي يقص لي غرامه؟ يقص الغرامه، راح الصوره توثق طبيعه الغرامه او المخالفه اللي ارتكبت.
طبعا يعني شلون يصور سيارات ماشيه بهذا السايد وسياره واحدها جايب هذا السايد او هو جايب غير سايد سايده او متوقف بمكان باشاره وقوف ممنوع يعني راح تبين حتى مكانها ومو بس هاي بعد الاعتراض راح يجي المواطن يعترض راح يشوف تفاصيلها حتى نقطه الجي بي اس اللي التقطت بها تفاصيل الغرامه هذا طبعا راح يوزع منه 4000 جهاز في بغداد و2000 جهاز بالمحافظات هذا الجهاز نعم بالفعل كدفعه اولى هذا مثل ما تشوف راح تدرب الكوادر هذه كلها على هذا الجهاز دربنا لحد الان اكثر من 100 ضابط ومنتسب مجال الشرطه على استخدام هذا الجهاز بس سؤال هنا ما راح تكون مظلوميه؟ ما راح ينظلم شخص؟ يعني خلينا نقول 95% او اكثر ما راح تكون مظلوميه او 100% او 100% لان احنا معولين ان تكون 100% المواطن اعتراضه يقول اغلب الاعتراضات يقول لك انا ما كنت موجود بهذا المكان واذا اعتراضه صحيح تلغى الغرامه؟ بالفعل حتى راح اشوف صوره الغرامه وتفاصيل الغرامه قد يكون الرقم مو نفس اللي مكتوب اشكرك حياك الله سياده اللواء اهلا وسهلا اهلا وسهلا يعني افتتاح منصات شيء مفرح مواكبه التطور اختصار الوقت منافع كثيره بالنسبه للدوله وللمواطن ومديريه المرور انتم مواكبين هذا التطور التكنولوجي بالجديد احنا عندنا المنصه الجمركيه ومنصه الغرامه سولف لي بالتفصيل بدايه عن المنصه الجمركيه وشنو فائدتها تحيه لكم تحيه للكادر وتحيه لقناتكم الكريمة بالنسبة تدري تواكب ويا توجهات الدولة التحول الرقمي في السابق كانت المركبات اللي تدخل عن طريق المنافذ راح أشرح لك الآلية اللي كانت في السابق دخول اللي تدخل بها المركبات استيراد المركبات المستوردة زين. من كانت تدخل تدري من كل منفذ تدخل منافذ عندنا ممكن 7-8 منافذ 9 المهم منافذ عندنا هاي المنافذ كلها تدخل على غرارها المركبات زين. تجم وترسل كل منفذ على حده يرسل إلى الحاسبة المركزية مال الجمارك العامة بقرص ومن ثم يتم تجميعها بالحاسبة المركزية مال الجمارك وترسل لنا زين. ومن ترسل لنا احنا همين بدورنا راح ندققها وراح ندزها كنترول ندزها للتسجيل تدري هذا المواطن يعني يطول ياخذها بالشهر بهذا الاول هاي ياخذها بالشهر يعني وتدري يعني يقوم يعني يراجع كل فتره وصل القرص ما وصل القرص بالضبط وصل القرص ما وصل عايشة القرص اي انت عايشها وكلنا عايشيها والله بالحقيقه فتدري يظل قلق يعني في اغلب الاحيان يعني مثلا منفذ هو متاخر المواطن شنو ذنبه؟ صحيح زين بالجديد يعني شنو اللي صار؟ يعني اللي صار بالجديد ايه؟ اللي صار بالجديد احنا من شفنا هاي المعاناه بصفتنا احنا يعني احنا موجودين يعني احنا نلاحظ هاي المعاناه عايشيها هاي الملاحظات المعاناه بالضبط فعلينا على نفسنا انه نتعاون وانه نسوي منصه جمركيه جهود كوادرنا البرمجية أبطل. ومتابعة من قبل معالي وزير الداخلية المحترم ومدير المرور بإشراف الشخصي سوينا هاي المنصة عملناها هي تعالج هاي كلها وبنفس الوقت تعالج وتكافح الفساد اللي كان يرافق عملية تسجيل المركبات عملية وصول القرص الى مديريه المرور العامه هسه ايش قد يوصل القرص هسه يوصل بلحظه دخولها ماكو قرص لحظه دخولها توصل لنا بيانات المركبه كامله يعني والله يعني هسه المركبه من لحظه دخولها لهذا المنفذ شو وقت تقدر اباشر بتسجيلها تقدر انت شو وقت ما توصلها انه تباشر بتسجيلها زين لو تحولنا على منصه غرامه شنو الجديد اللي راح تحقق منصه غرامه كمواطن كصاحب مركبه المفترض على كل صاحب مركبة يسجل بمنصة غرامة نعم شنو تفيدني هذه؟ طبعا هاي تفيدك انت بأي وقت تقدر تستعلم على غرامتك أعرف انه سيارتك غرامتك وهسه إذا اشتغل عندنا المرحلة اللي هسه كملناها مال التصوير ومال العد راح تجي بتلي موبايلك مباشرة صورة لغرامتك وصورة صورة مشاهدة لحظة المخالفة يعني صورة
المكرتك اثناء قيامه بارتكاب المخالفه. حتى ما اقول مرور بمزاجه غرمني السياره موجوده، عمد لي يقول اني ما كنت مطلعها، انا السياره ذابها بالبيت واني كنت خالف. هنا يعني سؤال سياده اللواء، انا سؤال ايه؟ هنا بهذه المنصه وهذا العمل الالكتروني شلون يحتم اذا كان يعني رجل المرور هو يعني خلق هذه المخالفه؟ ممكن ممكن تصير. لا هذا مو مستحيل. ليش؟ ايه لانه رجل المرور احنا من راح نعطي راح نعطي يوزر كل عندنا بيانات، يعني هذا الجهاز اللي التقط التقط المخالفه نعرفه هذا يا ضابط ويا مفوض يا اي راح نعرفه ونعرف حتى عندنا بالاضافه لانه المكان مكان العمل يعني مثلا التقاط الصوره وعن طريق التقاط الصوره عن طريق الاقمار الصناعيه الموقع مال المخالفه راح ينكشف. يعني احنا مثلا الغرامه يعني انقطعت بقاطع المنصور، ما يقدر ابو غير قاطع مثلا ابو الدوره ابو الهاي يقطع الغرامه وهو بقاطع المنصور. تحدث عن مشروع مهم جدا، نعم، اللي هو اصدار اجازات سياقه دوليه. نعم، هذا ايش قد يستغرق بدايه وقت حتى اصدر حصل على اجازه سياقه دوليه؟ ايش قد ياخذ مني وقت اني؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه ارحب بكم كافه مشاهدي قناه الفرات الفضائيه. حقيقه باشرت مديريه المرور العام باصدار اجازات السياقه الدوليه من عام 2021 باشراف وتوجيه مباشر من معالي السيد وزير الداخليه المحترم واشراف السيد مدير المرور العام المحترم. سؤال حضرتك بأنه الوقت اللي تستغرق إصدار إجازة السياقة الدولية، إذا مستوفي المواطن جميع الشروط اللي هسه راح ننوح عنها، اللي هي شنو الشروط بالضبط؟ أولا حيازته لإجازة سياقة محلية سارية مفعول واحد يكون خاضع لاختبارات القيادة واحد. ثانيا جواز سفر ساري مفعول أيضا، كذلك البطاقة المستمسكات الثبوتية زائد الصورة واحدة، يعني صورة بطاقة وطنية إجازة سياقة محلية وجواز السفر فقط. إذا استوفى ذني الشروط ما تطول يعني أكثر من 10 دقائق لإصدار إجازة السياقة الدولية. 10 دقائق الكثير يستغرب يعني بصراحة، يعني هاي من نطلع بالوسائل التواصل والقنوات الفضائية يقول لك ماكو يجيب جمهورية العراق إصدار مستمسك رسمي خلال 10 دقائق، لكن المواطن هسه كثير المواطنين لو يلاحظون يعني ما عندنا اي اجراءات تعقيديه، مجرد المواطن مستوفي لهذه الشروط يعني ماكو اي اشكال اصدار اجازه السياقه خلال بالزايد ربع ساعه. يعني انا اسمع وانت ايضا عندك درايه كامله بموضوع انه نقرا حتى منشورات اذا اريد فلان يقول لي تريد اجازه سياقه من مكتب الفلاني مكاتب وشركات اهليه صح، هذه رسمية اللي تصدر الإجازة السوق من هذه المكاتب ولا شنو؟ أنا أشكرك وبارك الله بك على هاي الملاحظة المهمة، يعني نحب نوضح من خلالك من خلال شاشة قناتكم الموقرة بأنه هذه المكاتب تشكل يعني عبء على المواطن العراقي وتوصله إلى نتائج وخيمة قانونية وخيمة في الدول اللي يرغب المواطن السفر إلها. أحد قل لي شلون؟ موضوع اصدار اي مستمسك يخص المواطن العراقي لا يخص سوى الحكومه العراقيه. صحيح. ما ممكن يعني انا استغرب من مواطن يروح على مكتب اهلي يصدر وثيقه له ويطلع بها للخارج. زين انت شلون قناعتك شنو بهذا الموضوع؟ انت من تصدر وثيقه وهي هذا الموقع نفسه انت ما تعرف لمن تابع. هل هو تابع للحكومة العراقية؟ زين هو مين يمثل المواطن غير الحكومة؟ فمع الأسف الشديد المواطنين العراقيين يعني إصدار الإجازة هو خاص بوزارة الداخلية مديرية المرور.
يعني مو رسميه اللي تصدر من هذه المكاتب. راح اوضح لك بعد اكثر. اي مواطين هواي او تجينا طلبات او كتب رسميه من سفارات العراقيه بالخارج. زين. اغلب المواطنين اللي يمتلكون هذه الاجازات التي تفضلت بها حضرتك اللي هي الاجازات اللي صادره اللي ما نعرف منين تصدر، يعني حقيقه ما نعرف منين تصدر. ما تعرفون. هي كانت الجمعيه العراقيه للسيارات الوحيده هي كانت مخوله في السابق قبل 2003 كانت هي مخوله رسميا، لكن بعد 2003 انتهى اعمالها وحتى صدر قرار محكمه بغلق هذه الجمعيه. زين. لكن المكاتب اخرى قرينه لهذه الجمعية قامت تصدر باسم الجمعية أو مو باسم الجمعية، بأسماء مستعارة تصدر لمواطنين يسافرون بها للخارج. زين. المواطن يفرح بها، يدفع مبلغ معين على أساس هو استلم إجازة السياقة الدولية، يروح للخارج بس من لطفك هاي نركز عليها. العنصر الأمني بالخارج يقرأ جمهورية العراق بس ما أي عند ما يتحقق من صحة صدورها راح يكتب لمن؟ يكتب للسفاره العراقيه. السفاره تكتب، السفاره ما تكتب، تكتب وزاره الخارجيه، وزاره الخارجيه ما تكتب، تكتب الوزاره الداخليه العراقيه بدوره تكتب مديريه الامور العامه هل هاي صادره من عندكم؟ طبعا راح يكون الاجابه لا. ويتحمل تبعاتها. ويتحمل تبعاتها المواطن اللي هو صدر من هاي خلينا نقولها اللي انضحك عليه من هذه المكاتب. صحيح. زين. وبالتالي يعني يدفع ضريبتها المواطن العراقي بالخارج. لا واحد يسال ماكو دور لوزاره الداخليه على هذه المكاتب الغير رسميه؟ حقيقة احنا فاتحنا اغلب المراكز الامنية والدوائر الامنية التابعة للوزارة الداخلية بانه اضافة الى مكتب الاستخبارات اللي ضمن دائرة مديرية الامور العامة ومكتب الشؤون الداخلية ضمن مديرية الامور العامة، ووضحناهم بان هذين المكاتب غير مخولة فطلعت مفارز على المكاتب. لكن هسه المشكلة تصير وين؟ بالوسائل التواصل الاجتماعي. يعني اكو مكاتب هوايه انغلقت، يعني المفارز الامنيه قدرت ان تلقي القبض على العديد من هؤلاء الاشخاص. قامت شو يسوون؟ قام بالوسائل التواصل الاجتماعي، اجازه السياقه الدوليه بكذا مبلغ، اجازه السياقه الدوليه، تدري المواطن يستسلم. فكلامك مهم سياده العميد اليوم لكل المواطنين، يعني وتنبيه مهم انه الجهه الوحيده لاصدار اجازه السياقه الدوليه هي مديريه المرور. صحيح. وهذا المشروع وين واقفين احنا الان. نعم. شوفني هذا نموذج اجازه. هذا النموذج هو المتعارف عليه دوليا ضمن اتفاقيه فيينا الموقعه في العام 1968، موقع عليه جميع الدول متعاقده عليها. هذا النموذج ايضا اكو مواطنين هواي يسالوني من خلال كمان اوضح الصوره من خلال شاشتكم بانه يقول لك احنا ليش ما نسويها باج؟ احنا ما نقدر نسويها باج، اولا لان يعني هذا المعترف عليه والموقع عليه في الاتفاقيه الدوليه اللي هو ما نقدر نخالف ابد، القياسات محدده. وايضا حتى اللون مال الورق هو محدد اللي هو الرصاص المائي لون السمائي.